ينضم إلينا من دير البلح زميلي محمد أبو ناموس مراسل الغد. أهلا محمد، مساء الخير. أولا سأبدأ معك محمد من منطقة الزوايدة، شو اللي ضرب بالضبط؟ كذلك ماذا عن الأعداد؟ يعني أنا رصدت وقناة الغد رصدت قرابة 5 شهداء حتى هذه اللحظة من الفلسطينيين، ناهيك عن أعداد المصابين. ارتفعت الحصيلة محمد في هذه الأوقات أو لا حتى اللحظة؟ أرجوك. يعني محمد، ما حدث في منطقة الزوايدة هو بكل بساطة الاحتلال الإسرائيلي قرر أن يقتل عددا جديدا من الفلسطينيين في تلك المنطقة. قام بإطلاق صاروخ على مجموعة من المواطنين في تلك المنطقة، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين من بينهم طفلة لم تتجاوز 3 أعوام. وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة كبيرة من هذه الجرائم، وهناك عدد آخر من المصابين جميعهم قد وصلوا من خلال سيارات إسعاف وسيارات مدنية إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد. هذا من جانب. من جانب آخر، قبل لحظات من الآن كانت هذه الساحة تعج بالمواطنين، بعائلات هؤلاء الشهداء الذين قد قتلهم الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد. شاهدنا ولاحظنا مدى الغضب الذي بات يسكن هؤلاء المواطنين، كما أن الهم الذي بات يسكنهم بفعل هذه الغارات الإسرائيلية. يعني أصبح المواطن يخرج من منزله وهو لا يعلم، وهنا لا نتحدث عن منزل كمنزل، إنما نتحدث عن خيمة في أغلب الأماكن. هنا يخرج وهو لا يعلم إن كان سيعود لهذه العائلة. حتى وهو يتواجد في هذه الخيمة فهو مهدد ومطارد فقط لأنه فلسطيني، وهنا لا يوجد تجني على الاحتلال، وإنما هذا ما نرصده على مدار اللحظة منذ بدء هذه الإبادة حتى هذه اللحظة. طيب، هذه الغارة الإسرائيلية لم تكن الوحيدة على الأعداد يا محمد، لا تنسى شق الأعداد محمد. في الزوايد الأعداد ارتفعت أو لا؟ يعني الأعداد تحدثنا بأنها 5 شهداء من بينهم طفلة لا تتجاوز 3 أعوام. هناك عدد من الإصابات، وبالتحديد نتحدث عن أكثر من 15 إصابة جراء هذه الغارة الإسرائيلية. هذا الاستهداف لم يكن الوحيد على وسط القطاع اليوم، إنما المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة حظيت محمد بوابل كثيف من القذائف المدفعية على مخيم البريج بالتحديد، وهناك عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى بفعل هذا القصف المدفعي الذي بالكاد يتوقف. وأيضا المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية لوسط القطاع. ربما تظهر الجلية في خلفياتك الآن، لا أعلم إن كان بها مصابون أو لا، لكن يعني عطفا على ما ذكرت سواء في مخيم البريج أو في وادي غزة، تبدو أن حالات الإصابة بتزداد بمرور الوقت. محمد، بالطبع محمد، حالات الإصابات هي على مدار اللحظة تصل إلى المستشفى، وجزء آخر يصل إلى مستشفى العودة وهو مستشفى خاص في مخيم النصيرات المنطقة الشمالية الغربية لوسط قطاع غزة. في كل غارة إسرائيلية سواء كانت من الطائرات الحربية أو طائرات الاستطلاع أو حتى القصف المدفعي هو ينتج عنها عدد من الإصابات، ولذلك لا يوجد رقم معين يمكن الحديث عنه في الإصابات، ففي كل لحظة هناك إصابة جديدة في صفوف المواطنين لا سيما النازحين منهم. هذا من جانب. من جانب آخر، في كل غارة وكل قصف وكل استهداف إسرائيلي جديد محمد تحدثوا عن نازحين جدد. هؤلاء يخرجون من مناطقهم سواء كانوا في خيام أو حتى لمن تبقى في منزله يخرج وبالكاد يستطيع أن يحمل شيء بسيط. طيب، اسمح لي محمد وأنت تحدثني الآن عن مسألة النزوح وأوضاع وأحوال النازحين. محمد، يعني خيط قديم ويتجدد في كل مرة ألتقي فيك على الهواء، ماذا عن الأوضاع الإنسانية محمد؟ خاصة أنه هذه المرة وكالة الأمور قدمت تحذيرا، يعني أراه عليه دائرة حمراء وعلامات كثر هذه المرة. وثقت الوكالة الأمور وأعني تدمير قوات الجيش الإسرائيلي لقرابة 170 من مراكزها، يعني أصلا هو كم العدد في المطلق؟ هذه الإفادة أو هذا التحذير هل له أي أذن تصغى محمد في هذه الأوقات؟ وكذلك أود معك الإشارة عن أوضاع النازحين في كل مناطق قطاع غزة، يعني ليس فقط ممن هم قادمون من رفح في ويل ما يصادفونه هناك، لا حتى في دير البلح في وسط القطاع وفي خان يونس، ماذا عن هذه الأوضاع؟ تغيرت تبدلت أو للأسف يبقى الحال على ما هو عليه؟
يعني اسمح لي أن أقول لك ليتها تبقى على حالها، إنما هي للأسوأ من ناحية إنسانية، من ناحية صحية، وأيضا من باب أعداد الشهداء وأعداد الإصابات التي تزداد مع كل غارة إسرائيلية. كنت قد سألتني عن المؤسسات الدولية كالوكالة أو الأونروا. الأونروا لديها أكثر من 300 مركز صحي ومرفق يتبع للأونروا، وهناك مدارس كانت تتبع للأونروا وباتت هي مراكز إيواء تضم النازحين هنا في قطاع غزة. حتى هذه الأماكن قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها. ما تحدث عنه الأونروا في بيانها اليوم هو جزء يسير من ما حدث على أرض الواقع. هناك نازحون قد قتلوا وهم داخل هذه المراكز التي تتبع للمؤسسات الدولية والمؤسسات التي تتبع لمنظمات وهيئات دولية كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. الصليب الأحمر قد تم استهدافه وتدميره، حتى أن المؤسسات الحقوقية كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة قام الاحتلال الإسرائيلي بقصفها وتدميرها بشكل كامل، في تحد واضح لهذه المؤسسات الدولية التي على مدار اللحظة، وهذا ما تبعناه قبل قليل سويا محمد في التقرير الذي كان قبل أن أتحدث أنا، أن يوميا هناك على الأقل بيان أو أكثر يخرج من هذه المنظمات وهذه المؤسسات التي تطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف هذه الحرب، وقف نزف الدماء بحق الفلسطينيين وقبل آلة البطش الإسرائيلية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط هذه المطالبات ويقوم بمجازره على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وكأنه يتحدى هذه المنظمات وهذه المؤسسات الدولية. شكرا جزيلا لزميلي محمد أبو ناموس مراسل الغد من دير البلح. طبعا محمد سأعود إليك كلما جد جديد. شكرا جزيلا.